ايوه يا فندم. بصي انا متجوزه بقالي انا واخده جوزي على حب 5 سنين من تانية اعدادي. من تاني اعدادي انتي بدأتي تانية بدري اعدادي قوي. لفتره، لان انا اساسا والدي متوفي من وانا عندي 3 سنين، ووالدتي بعد ما والدي توفى اتجوزت على طول، اتجوزت مرتين، فما كنتش شايفه حنيه، كنت عايشه مع خالي، وطبعا يعني كنت باجي احط لنفسي اكل، كانت مرات خالي تقول لي انت بتحطي من غير ما تستاذني ليه. فطبعا من كلمه حلوه طبعا يعني اتأثرتي طبعا. كويس. فانا خدته صراحه، انا لغايه تجاره، انا واخده دبلوم تجاره، ف تقدم لي 5 مرات يجي ويرفضوه، اهلي يجوا ويرفضوه، لا ده مش مناسب لينا. ليه؟ لانه كان اسمراني. بيرفضوه عشان اسمراني، هو ده العيب؟ ده عيبهم، كان اسمراني يعني مش هو شبهي. كويس وبيشتغل وجاهز هو وعارف كويس ربنا؟ وشغال شغال سواق وشغلانته كويسه وما فيش اي حاجه. جه اتخطبنا سنه وعمل حادثه، كانت رجله كانت هتتقطع، لا فهو حول قال ولا انا قوة إلا عايزه بالله. اخش واتجوز وكده، وعشان هي تبقى تيجي تخدمني، لان مرات اخوك ما كانش ينفع. فما انا وافقت اهلي قطعوني. أهلك اللي هم مين بقى؟ والدك لا أو عفوا والدي والدتك. متوفي، خالي والدتك خالي وخالك. قطعوني، واخواتي برضو، ليه اخوات من الاب قطعوني بسبب كده. طب انت تاخديه وهو عاجز ليه؟ تاخديه وهو بعد ما عمل حادثه ليه؟ تسيبيه؟ قلت لهم لا انا مش هسيبه، ده المفروض ان انا لو قلت اسيبه انتوا تقولوا لي لا. هم اصلا مش فطبعا موافقين عليه من البدايه، وجت الحادثه خلتهم يصمموا اكتر ان هم يوافقوش. فجيت اتجوزت وكده، وطبعا بعد ما اتجوزت كان ليه عملية تانية، فبعت حاجتي كلها بعد ما اتجوزت بشهر، فرشي وعفشي وأوضة النوم والأطفال والركنة بعد ما وكله، اتجوزتي بعتي حاجتك ليه؟ عشان كان عنده عملية، يا كان يعمل عملية في رجله يا رجله تتقطع. فطبعا أنا قلت لا أنا بيا، هو كده كده هيشتغل وهيجيب. صح. فما بعته كده هم برضو زعلوا اكتر، انت تدعي لي من غير ما تقولي لنا انتي وانتي، وقطعوني. قعدوا اكتر من اخويا ده اللي اخ قعد 6 سنين ما يخشش عليا ولا يكلمني. يا على أسوة القلوب. وجوزك بقى كويس وقام على رجله جوزي كويس والحمد لله، وجبنا كل حاجة، بس وافتقر في لك عيب. وقفتك وجدعنتك دي؟ هو في عيب ان كل ما يتكلم يقول انتي كدابة. العيل مثلا عندي معايا ولد وبنت، ولد عنده 7 سنين والبنت عندها 2.5 سنين، فطبعا الواد في اولى، والبنت في وبنتي في الحضانه، فبقول لها انت استلمتي بسكوت؟ يعني مجرد عادي سؤال، بتقول له لا استلمت وكلت، ترجع تقول له لا، يقول لي انت بتعلميها الكذب. قلت له انت شايف ان انا بكذب عليك؟ يقول لي انت اللي بتعلميهم، هم هيجيبوه من بعيد يعني. لا سيبك من النقطه دي، هو رد لك وقفتك معاه، مفتكر لك ان انت كنت جدعه واصيله وقلتي مش مهم الحاجه، المهم انت وتقف على رجليك وربنا هيعوضنا بعد كده، افتكر الكلام ده؟ لا حصلت مشاكل كتير، كان والده ووالدته عايشين، وحصلت مشاكل كتير، كان بيحصل مشاكل كتير بينا، ووالده كان بيقويه عليا، يعني كان يقول له قلعها واضربها، وطبق السجاير في جسمها. والده بيقول له كده؟ وطبق السجاير في جسمها. يعني اهلك طلعوا عندهم حق في الاخر. ده والده، وهو كان هما كانوا عندهم حق. انا غضبت وقعدت 25 يوم غضبانه، ورجع قال لا ده انا بحبها وعايزها ومش عارفه ايه. فطبعا لما لقيت اخويا خالي بيقول لاخويا هو انت هتتحملها وهتتحمل عيالها؟ فقال له هتأجر لها بيت، هتأجر لها شقه وقعدها فيها. قال له طب ماشي، هتصرف عليها هي وعيالها؟ يقول له لا هخليها تشتغل وتصرف على نفسها هي وعيالها. طب قولي لي سؤالك ايه؟ اتفضلي. سؤال ان انا عايزه اعرف، عايزه احلل مشكلتي، مشكلتك يعني عايزه احلل ان انا اللي هو اواجهه ايه؟ ازاي، ان كل ما يتكلم يقول لي انت كدابه انت كدابه. طيب اسمعيني، طبعا ده راجع لسوء الاختيار، يعني لو هنتكلم عن النقطة دي انت ما سمعتيش كلام حد، سدتي ودانك عن كل اللي قالولك بلاش، رهنتي عليه. للأسف في ناس أصيلة بتقدر ده، وكنت بتمنى انك تقولي لي اقدر قوي وقفتي جنبه، واقدر قوي ان انا قلت له لا وقلت لاهلي لا، وهو اللي انا هشتريه وهبيع الدنيا كلها عشانه، وبعت حاجتي وبعت عفشي الجديد وبعت كل حاجه عشان هو ما يحصلوش كارثه. كان نفسي يقابل ده باحسان. هو مفروض يا جماعه الطبيعي والبني ادم الطبيعي السوي يبقى جزاء الاحسان احسان، مش جزاء الاحسان اساءه ونكران.
ما ينفعش. فانت بتقولي دلوقتي هو مشكلتك ان هو بيقولك انت كدابه، ما هو عنده مشاكل كتير قوي غير ده، غير انه بيتهمك بالكذب. هو مش اصيل، هو مش جدع، هو ما قدرش اللي انت عملتيه، هو بيتاثر بكلام ابوه رغم ان انت البنت ما تاثرتيش بكلام اهلك. دي كلها مشاكل في زوجك للاسف. بس انت دلوقتي ام وزوجه، فلازم ان انت تعيشي حياتك بشكل طبيعي جدا وتكملي حياتك عشان خاطر ما يحصل قيش مشكله. اصل انت دلوقتي هتطلقي، انت معدي اهلك اصلا بسببه، هتعملي ايه؟ قادره تستقلي وتشتغلي وتصرفي على اولادك واللي تقدري توصلي منه قانونا، تاخدي نفقه، تاخدي اي حاجه تصرفي بيها، خير وبركه. لكن لو شايفه ان الطريق صعب وانت معكيش شهاده والدنيا هتبقى صعبه، فعيشي واستقري معاه عشان انت للاسف كسبتي عداوه اهلك، وما ينفعش ابدا ان انت كنت تعديهم. ارجوكم اي بنت بتسمعني، ما يبقاش اسهل طريق ان انا اقف وش اهلي، ان انا اعديهم. صدقوني يا جماعه ما فيش زي الاهل في الدنيا. مهما انتوا شفتوا ان لا احنا عايزين نخلص من العيشه، عايزين نتجوز والسلام، احيانا كتير اهالينا بيكونوا شايفين اللي احنا مش شايفينه. فما يبقاش طول الوقت القرارات السريعه اللي انتوا تاخدوها الحرب على لا شيء. انتوا ساعات بتحاربوا من اجل لا شيء، بتحاربوا لمجرد العند، ان امي بتقول لي ده ما ينفعش او ابويا يبقى انا هاخده. طبعا هم اسبابهم كانت اسباب ما لهاش اي لازمه، فكره اصله اسمراني ده كلام فارغ. لكن حاولوا ان انتوا تتأنوا قوي وتحسبوها صح قوي في اختياراتكم، خاصه البنات اللي بتتزوج في سن صغير، لان ثلاث ارباع الكوارث بتيجي بسبب التسرع، بسبب بنات اتجوزت في سن صغير من غير وعي، من غير ما يبقى عندها نضج، من غير ما تعرف تختار صح. ارجوكم خدوا بالكم قوي، خدوا بالكم قوي، لان ده شريك العمر اللي بيه ممكن تعيشي اللي جاي كله في سعاده، واللي بيه ممكن تعيشي اللي جاي كله في تعاسه ووجع قلب والم. محدش هيبقى اعلم بيكي غير ربنا، ومخدتك اللي دموعك بتغرقها بالليل عشان حزينه على نفسك لانك كنت مع الراجل اللي لا يؤتمن.